بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرون شاهدوا مقطع الفيديو خلال دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل عائلة سناجرة في مخيم بلاطة والاعتقال الشاب محمود بطريقة وحشية جدا، والحدث كان مؤلم وضرب وإهانة، وأيضا اعتقلوا ابن شقيقته عمر. معنا الآن أم علاء سناجرة، هي أيضا والدة الشهيدين أحمد وإبراهيم سناجرة ووالدة الشاب محمود. أول شيء وحد ربك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خالد رفعت علينا عن الصح، ما صبروش على الباب، لكن يخلعوا في الباب، مش راضي الباب يخلع معهم، مفجرينه، فجروا جيراننا باب جيراننا ووعدناهم احنا نايمين لعن السطوح نزلوا لنا. هسا انا صحيت على اشي بجر باب الدار، قمت فتحت الشباك والباب كله ريقه ريقه، عرفت انهم جيش، قمت للبنات صاحيات صحيين معي البنات والولد صحي، مش لابس نايم في وعي الداخليه، جبنا البلطان لبس فيه مش مخلينا نلبس، ابني ذبحوه قدام عيني، عجبوا عليه بعرفش وين هو، الله اعلم هو عايش ولا ميت، الله بيعلم. بطلب انا من ربنا انه بس يرجع لي سالم، بطلب من الله انه يكون هو عايش، ذبحوه قدام ايدي انا وياهم مدافعه، واقول له بتحب انت قدام امك حدا يضربك هيك؟ مش حرام عليك بتحب فيه؟ وما فيش فايده ابدا، وانا بتدافع انا وياهم اقول له مش الله بتعرفوش الله، ما انا عارفكم بتعرف، مش هذا غلط عشان ما يضربوش الولد، عجبوا عليه قدام عيني، مش عارف شو بدي اعمل، ابني مش عارف عنه وين اخذوه، ولا بعرف عنه شيء، وما فيش عندنا شيء، ما اخذوش من عندنا ولا شيء، ولا عندنا سلاح، ولا ابن تاجر بيسلح بقول لي وين السلاح؟ قلت له والله ما عندنا سلاح، والله لو عندي سلاح اعطيك اياه. طيب وين تلفونه؟ قلت له بعرفش تلفونه ضاع امبارح في الليل، بعرفش وين هو تلفونه، شو نوع تلفونه؟ قلت له بعرفش، بقول لي بدي انا بدك احكي لي وين السلاح انا بروح لك ابني، قلت ما عندناش سلاح، فتش اذا بتلاقي سلاح خذه يا عمي، وابدا ما فيش شيء، ضارب فيها الولد، حشروني نزلوني تحت والولد فوق وناصوا بدقوا فيه في الحيط وفي الارض سامعين وهو يصرخ على طول صوته، وابدا وانا كل ما بدي اقوم بقول لي اجيب لك مي تشرب، قلت بديش اجيب لي مي، بدي اقوم بس هلا فيش هون بهاي الغرفه صارت القصه. هناك هناك القصه، هنا على باب الغرفه هناك على المدخل. من وين نزلوا عليكم؟ من السطوح. نزلوا عن السطوح، خلعوا الباب من فوق الدرج مسكر، خلعوه ونزلوا. ما فاتوا من هذا الباب الرئيسي؟ لا باب لا لا، اجونا من فوق عن السطوح. بعد كانوا معاصرين الباب. انت عمر صح؟ شو اللي صار يا عمر؟ انت كنت موجود بالفيديو، كنت نايم ولا كيف؟ اه كان نايم كمان من النوم، مش كنت نايم انت رفعوك من النوم من بين خواتك؟ فتت على الغرفه اللي بحكي لي انت مين؟ حكيت له عمر، اللي هو اخذني بحكي لي تعال، طلعت بعد ما طلعت اللي هو صار يسال فيي وسلاح وين سلاح؟ فيش سلاح ويضرب بحكي لي تعال. نزلت تحت سألوني شو اسمك؟ حكيت لهم عمر. أول ما حكيت اسمي بلشوا فيي قتلوا في خيالي ضرب والكلب، يهجموا الكلب وحشرونا بالزاوية ويضربوا فينا. أخذوك ولا سابوا؟ يعني أخذوك؟ أخذوني أنا هسا روحي، هسا روح من الأربعة أخذوه، هسا روح، هسا هم فلتوا محوش لهوي صغير اللي شايفه هذا 16 سنة عمره، أخذوه عجبوا عليه قدام عليه، مش قادر أصل ابن بنتي، بحكي لهم هذا ابن بنتي مش هين ساكن في النمساوي، وأجوا عندنا ضيوف عشانهم فش عليهم مدارس، أنتم بتفهموش؟ مين اللي بفهم عربي؟ قال لي أنا بفهم عربي، قلت هذا ابن بنتي ولا شو بدكم فيه؟ بقول له هذا أخوه، بقول له مش أخوه، أنا ما فيش غير هو هذا ابني اللي فوق اللي معك وهذا ابن بنتي، شو بدكم فيه؟ حرام عليكم. أخذوه حافي، تاني صرت أحكي له مشان الله تلبس البوت، وتنها صرت انادي على امك، كل واحد بجهه حشرونا، احكي للبيت جيب بوت لابنك تنو يلبسه، مش مخليها لا هي مخليها تتحرك ولا مخلينا نتحرك، بغير ماسكينهم وضرب فيهم وضرب عمري ما شفته بحياتي يما، كانوا اولاد مطاردين يجوا ما يلاقوهم مشوا يطلعوا يكسروا ويطلعوا، بس هذه المره انا بقول والله وبحكيها لدولة اسرائيل انهم هم اللي بيخلوا يصير هيك المشاغبات من الشباب اللي بيضربوا فيهم بيعملوا فيهم، هم اللي بيخلوا الناس هيك. انا مره بس لو معي سلاح طلعت وطخيت عليهم عقد ما عملوا في ابني قدامي، والله لو معي سكين لقتلتهم، هم يضربوا في ابني قدامي وانا مش عارف شو بدي اعمل، ابني يضربوا فيه وعذبوا فيه وانا مش عارف ابني، الله اعلم هو ميت ولا عايش، الله اعلم وصلوا لحوار عايش ولا هو بحواره ولا وين اخذوه بعرفش، مجانين عمري بحياتي ما شفت مثل هالفرقه اللي نزلت لنا، هم شو هم بعرفش، بقولوا فرقه اليمام ولا بصرشي بعرفش، انا ما عمري شفت وحوش زي هالوحوش، حيوانات تحط لهم واطي، الحيوان بتقول له إيه واقف واقف بس ما فيش شيء، الحيوان تحط لهم واطي، ناس عمري ما شفتهم، حرام عليهم، حرام اللي بصير فينا هيك قدام الامهات هيك يعملوا، انا ابني ما عنديش الا هو،
ماليش غير، انا بطلب من الله انه يضل عايش ويرجع لي سالم. انا هذولك اثنين حطيتهم في القبور، والصغير سلازي ما فيش غير الولد اللي عندي. انا شو اعمل شو اسوي؟ انا مش عارف ابني عايش ولا ميت. انا اللي نزلوا علينا على السطوح يطبلوا على الباب، بنفتح لهم يفوتوا علينا، واحنا قدامنا بس حطيت الشال لفيت على راسي لامي فوق راسي، مسكوني وضربوني دفعوني عشان اني ماسك ابني. باقي لهم ابني شو بدكم فيه؟ قال شو اسمه؟ قلت محمود. لما قلت لهم محمود جنون طب فيهم. اجى انا بدفع هو بدفع، اخذه من بين ايدي ونيمه على بطنه وحط ركبه في ظهره، واجى اخرى جندي وصار على راسه على راسه، صرت اصرخ وكاتل عليهم ابدا فلتوه ولا يمكن. واخذوا الولد السالم من بنت عمر ومسكوا السالم وصاروا يخبطوا فيه ويلهين ولا ولهين، والبنات حشروهن امه لعمر في الغرفه وخالته وخواته، وانا بينهم اركض مع الفاضي مش راضيين يردوا ولا راضيين يصدوا. ابني طلع، الله اعلم ابني طلع انه في شيء مكسر، هو عايش ميت بعرفش. ان شاء الله بروح لك بالسلامه ان شاء الله. عمر احكي لي شو صار معك في التحقيق؟ صاروا يسألوا فيي، يحكي لي وين السلاح، انت ضبيت وانت هيك؟ قلت له لا. لو بيحكي لي انت تخيت على الجيش؟ حكيت له لا مش ايه. بيحكي لي ليش تخيت على الجيش؟ قلت له ما تخيتش على الجيش. لو بيحكي لي لا تخيت، قلت له ما تخيتش. ضلوا ملتمين حاطين على مغمين عينين. ها لحالك كنت ولا اخذوا معك حدا؟ اول اشي ما شفتش خالك بالمرة؟ انا وخالي طلعونا مع بعض على شارع القدس وماسكيننا ويتحاموا فينا بين يعني بين الزقق اذا حد يطخ عليهم. يتحاموا فينا انه ماخذينكم زي دروع بشريه. وطلعوا فينا حطونا في الجيب مع بعض اول شيء، وحطوا الكلب بيناتنا. كان خالك كيف كان وضعه؟ حطوه بالزاويه وفوق راسه بالوريد. ضرب يضربوا فيه مثلا تركي راسك هيك، يضربك بوكس على راسك كيلك زيح، ما تعرفش تتحرك، يمسكينك في الجيب ويحط الكلب عليك. وحوارا شو عملوا؟ فصلوكم ولا كل واحد حوارا فصلونا كل واحد لحاله اخذونا. يعني حقك وما شفتش خالك، ما بتعرف وين هلا خالك؟ هالسلامة. هو لما بعدونا عن بعض كانوا مغمين عينينا و كل واحد في مكان. ان شاء الله بروح بالسلامة. ان شاء الله الحمد لله على سلامته، ان شاء الله بنيجي عندك وهو عندك بالسلامة. توحدي ربك تخافيش ان شاء الله رب العالمين. إذا الوحشية اللي شفناها يعني أم علاء هي مثل ما قالت في البث، دفنت اثنين من أولادها أحمد وإبراهيم، لكن اللي شافته امبارح يعني من سنين طويلة ما مرت بمثل هاي التجربة، ضرب، إهانة، تكسير، ويعني بشكل غير مسبوق. اعتقال الشاب محمود سناجري من مخيم بلاطة اللي تم فجر اليوم.